السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم موضوع طال انتظاره كثيرا من عشاق الجيل بريك وعشاق الآيفون وعشاق آيوس 9 الذين حدثوا إليه ولم يستطيعوا الرجوع إلى الإصدار السابق. ففي هذه الحلقة سأريكم طريقة تصوير شاشة آيوس 9 2.0.2 باستخدام الجيل بريك. إذا لم يكن لديك جيل بريك يمكنك متابعة الحلقة التي طرقت فيها إلى طريقة عمل جيل بريك لآيوس 9 فقط بالنقر على الشريط الذي ينبثق الآن على الفيديو، فقط قم بالنقر عليه. بعد ذلك عد إلى هذه الحلقة وتابع معي طريقة تصوير الشاشة بكل سهولة، فلهذا لا تساعد كثيرا وقم معي، نمر إلى الشرح مباشرة. إذن المشاهد الكريم، في البداية ستنتقل إلى السيديا، بعد ذلك ستقوم بالبحث عن الأداة Display Recorder، أداة رائعة ومشهورة مع iOS 7 8 وكذلك 9. بعد الدخول إليها ستجد أن الأداة سعرها حوالي 4 دولار. إذا لم تعرف طريقة تنزيل الأدوات المدفوعة مجانا فقط قم بالنقر على الشريط الذي ينبثق الآن على الشاشة، قم بالنقر عليه وشاهد طريقة تنزيل الأدوات المدفوعة مجانا. بعد ذلك عد إلى هذه الأداة وقم بتنزيلها وتنصيبها وإعادة تشغيل أو Restart Spring Board. أريد أن ننوه أنه إذا ظهرت لك رسالة خطأ أثناء تنصيب الأداة تلك في الشاشة السوداء، ظهرت لك كتابة باللون الأحمر، فلا تكترث، قم بالضغط على Cancel، بعد ذلك قم بإعادة تشغيل السبرينج بورد وتشتغل معك الأداة بكل سهولة. حدث لي هذه المشكلة ولم أواجه مشاكل بعد تنصيبها. طبعا بعد تنزيل الأداة ستقوم بالدخول إليها. كما ترى الآن أنا أقوم بالتصوير، يظهر لي خيار Stop Recording. للإشارة عندما تدخل إلى التطبيق في أول مرة ستضغط فقط على أيقونة الكاميرا الموجودة هنا بالأعلى، قم بالنقر عليها، بعد ذلك اضغط على ريكورد مرة أخرى لتأكيد بداية التصوير. بعد ذلك ستخرج من التطبيق وتصور وتفعل أي شيء في هاتفك، وعند الرجوع تنبثق لك مثل هذه النافذة، اضغط على Stop Recording. بعد الانتهاء ستجد هنا التسجيلات، عند الضغط على أي تسجيل تجد العديد من الخيارات، حفظه في ألبوم الكاميرا، تشغيله، رفعه على اليوتيوب، العديد من الخيارات، وأظن أن أولها والأساسي الذي تحتاجه هو خيار حفظ في ألبوم الكاميرا، يمكنك حفظها بكل سهولة باستخدام أداة Display Recorder. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة وهذه الأداة قد نالت إعجابكم. لمزيد من الشروحات الخاصة بالآيفون والسيديا وكافة المجالات التقنية بدون استثناء، قم بالنقر على زر الاشتراك يدور الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي THTV.com. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.